أهلين ويا سهلين بهيدي الآمة وبهالعين. ما بعرف هيدا الفيديو إما رح ينزل بآخر يوم من 2023 وبي بنودع 2023 ونبلش 2024. أنا كتير مبسوط وإكسايتد للسنة الجديدة. على فكرة 2024 حلوة بنات، إن شاء الله بإذن الله. So, بما أنه اليوم عم نحكي عن الأشياء الحلوة، كلياتكم طبعا متذكرين الكروموزون كوليكشن نزلوهم شقلام، صح ولا لا؟ هلا عملوا كروموزون كوليكشن 2، يعني الابجريدد منها لكل صبيه بتحب تكون فيري كرييتيف بالميك اب تبعها، بتحب المونوكروماتيك لوك، فيها تستخدم هدول الالوان الجديده. وجوات البوكس في عنا ثلاث ألوان من الآي شادو اللي هو المونوكروم، وعنا ثلاثة أقلام للأشياء كتير، يعني فينا نستخدم هايلايت، فينا نرسم فيهم على الوجه، فينا نستخدمه أيلاينر فوق العين تحت العين، توتالي متعددين الاستخدامات. وفي عنا هيدا الراينستون، طبعا هو جايب كيس بس بنات استخدمت هيدي المجموعة، عملت فيهم لوكين، واحد للتيك توك واحد للإنستجرام، رح نزل لكم الصور هون تمام باللوكات اللي عملتها. سو يو كان جو كريزي كريزي اذا بدك تعملي لوكات مجنونه، سبيشلي اللي بتكون مستوحاه من الجالاكسي، يو كان يوز هيدا الكولكشن. كمان اللي حبيته انه عن جد نتفه صغيره منها فيك تمديها بشكل كتير كبير. هيدي الالوان بنات هي اكشلي الوان جديده، وسعر كل واحد منهم 6.99 دولار، وفيكم تلاقوه من خلال الرابط رح خليكم اياه بالديسكربشن بوكس. اول لون هو كوزميك بيرل، هيدا الاي شادو بيتغير مع الاضاءه، يعني انتو هلا شايفين لونه اصفر، اذا بعمل هيك بيصير لونه هيك على بيرل، شايفين يلو بيرل بيتغير، وفي كمان اذا تحركت كمان شويه بتحسوا جاي شويه على بينك، سو بيختلف على حسب الاضاءه. هيدي هي الفكره من ورا الاي شادو المونوكروماتيك. وهي درجه بنات هي درجه ميهم مودرشيب، وهيدي بنات هي الدرجه كمان بيتغير لونها حسب الضوء. ثالث درجه هي درجه هيبنوزس، وهيدي الأقلام بنات أول لون هي درجة بيكسلز، وفي هيدا الطرف إذا أنتو حابين تعملوا له سمولج. أي نعم هو بينحط لون واحد بس بمجرد ما يتعرض للضوء شوفوا كيف اللون بيختلف. وهيدا on a trip كمان لونه شايفين بيصير هيك على أزرق شوي. وآخر لون معنا whirlwind، بيصير من أخضر غامق لأخضر فاتح. قبل ما نبلش بالتوتوريال لا تنسوا تو لايك سبسكرايب اند شير هيدا الفيديو مع كل رفقاتكم، واذا حابين توصلوا لرابط اي منتج من المنتجات فيكم بكل سهوله تروحوا للديسكربشن بوكس. سو اليوم بما انه عملت لوكات ثقيله بالانستا والتيك توك، فقررت ان انا اعمل هون شيء خفيف، يعني شيء بقدر اطلع فيه خفيف بالنسبه لي مو بالنسبه لكم، اوكي؟ يعني لانه المونوكروماتيك بنات اي شادوز فيكي تتلعبي فيها وتعملي فيها لوكات كتير، يعني فيا اعمل اشياء عن جد كتير هيفي، لوكات كتير هيفي. وقررت استخدم كوزميك كيرل، راح احطه هيك على جبهتي العلوي، فيا استخدم اصبعي، احسن شيء مع المونوكروماتيك اي شادو الاصبع احسن شيء. وقبل ما تعملوا اي شيء لازم الاي شادو ينشف لحتى تقدروا تشوفوا الافكت تبعه. عدت اليكم بعد ما حطيت الايلاينر وركبت رموش هيك شويه خفيفه طرفيه لحتى اكفي معكم الميك اب. سو هلا رح اختار واحد من الاقلام اللي موجودين بالمجموعه، سعر القلم الواحد هو 3.49 بنات،
الالوان تبعهم بتجنن يعني، لدرجة ان انا حيرانة ما بين ما بعرف شو اختار. على فكرة انا كنت حاطة منه من الصبح وما تحرك من مكانه، جدا ثابت. رح ارجع اخذ من الاي شادو اللي انا حطيته فوق العين ورح حطه هون في هيدي المسافة. رح اخذ منه شوية بصبعي ورح حطه هون بس شوية. حتى على فكرة بنات فينا نستخدمه فوق الروج. شوفوا نفس اللون مبين هون بيرل ومبين هون بينك، نفس اللون. شوفوا بعمل هيك صار لون تاني. وهيدا بنات الميك اب اللي عملته بمجموعة كروموزون. ما تنسوا ان هيدي الابجريدد كولكشن من الكروموزون 1، هلا صار في كروموزون 2، في 3 الوان جديدة وفي 3 اقلام جديدة، يعني 3 الوان اي شادو وفي 3 الوان لكل صبية بتحب الميك اب الاوت اوف ذا بوكس، سبيشلي اقلام العيون الوانها بتاخذ العقل. اذا انتم بتحبوا الاي لاينر الميتاليك سبيشلي، احنا بنعرف قديش اون ترند هلا الالوان الميتاليك، ذيس از ا ماست هاف كيت. وبهيك وصلنا مع بعض لنهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم بليز don't forget to subscribe and like هذا الفيديو. هلا شوية رح أطفي الضوء لحتى أفرجيكم كيف شكل الميك اب بالضوء الخافت وكيف بيتغير. I love you to the moon and back.